كما استقبل صندوق العمل تمكين وفد إدارة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة برئاسة السيدة ساراس جانواث. وقد جرى خلال الزيارة بحث أبرز بنود دعم تنفيذ أهداف جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة والتعرف على دور تمكين في تعزيز الدور الحكومي في دعم القطاع الخاص. وقد استمع الوفد إلى شرح مفصل حول أبرز برامج وخدمات تمكين ومؤشرات نجاحها في دعم أهداف التنمية المستدامة التي تنسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبنود ميثاق العمل الوطني الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، ودور تمكين في صناعة الأثر الاقتصادي واستدامة نمو القطاع الخاص. وعلى هامش الزيارة أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين الدكتور إبراهيم جناحي أن تمكين تأتي بوصفها شريكا رئيسيا وشكلا من أشكال تعزيز أهداف التنمية المستدامة في التأكيد على الاستثمار في التنمية البشرية من خلال مبادرات لدعم المؤسسات البحرينية وجذب الاستثمارات الدولية. من جهته أشاد الوفد بدور تمكين في تلبية الاحتياجات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.